أول شيء عرفنا عن نفسك، مين أنت؟ أنا يوسف غنايم. أهلا وسهلا فيك. نعم حاج، تعرفنا عن نفسك، مين أنت؟ يوسف غنايم. أهلا وسهلا فيك. يعني أنت عبرت عن صختك باسم الكثير، المئات بل الآلاف من أهل سخنين والمنطقة، قضية المبالغ اللي عم تدفعوها لاتحاد مياه الجليل، اللي هي رسوم للخارطة اللي انتم مقدمينها للتنظيم بهدف بناء منزل للأبناء. تحكي لنا شو اللي صار معك بالضبط ووين وصلت في الخارطة؟ في الخارطة أنا هاي أوراق مؤشر من التنظيم. نعم. إياها. هاي كل الخرائط خالصة من التنظيم، من المهندسين. نعم. من المساح، من كله، إياها كلها جاهزة مختومة وجاهزة. نعم. كلياتها هاي الخرائط وتنتظر إنك تختمها في شركة المياه عند الأستاذ السيد مصطفى أبو ريا. نعم. حكيت معه إنه أنا بدي أبلش أعمر، بدي ساعة مي. نعم. قال لي لا، قديش عندك؟ عندك 3 طوابق أنت اللي فيه الخرائط بدك تدفع عليهم. قلت له أنا بدي أنا أسكن لحالي إسا، أولادي تنين يخلصوا ويجوا يسكنوا، بدفع بحط اخرى سهمين مي لاولادي وبدفع اللي علي. انت بتقول انك معك يعني 100-200 الف شيكل بدك تعمر اول طابق لك وتسكن فيه. اي نعم. وانت اولادك بخلصوا تعليم بالجامعات، الله يخليهم، بدهم يتجوزوا، بدهم يسكنوا. اي نعم. ساعتها انت بتبلش انك تدفع للطوابق الثانيه. اي نعم. شو كان الرد من مصطفى؟ الاستاذ مصطفى ابو ريا مجبور تدفع للثلاث طبقات زائد المجاري 80 ألف شيكل على المتر، بده يدفعني 160 شيكل. رحت عند المهندس اللي هو من عرابي، بعرف شو اسمه. نعم. حكيت معه، عمل لي حساب 80 ألف شيكل ادفع بس لمياه قليل من نسخة المي والبيوف. نعم. بقول له على ايش، على اي اساس انا بدي ادفع هذا؟ انا بديش لسه 3 ساعات. نعم. وانا بديش بيوف خبور تسوي لي خبور لثلاث كومون. قال لي لا، احنا مجبورين وهيك لازم، بس انت بتدفع على الـ3 كومون. بدي اسالك انت قد ايه بكلفك بطون للـ3 كومون هذول؟ ثلاث بطون. انا كيف طول. المهندس قال لي بكلفني 86 ألف شيكل، يعني تقريبا قد المي. كل قد المي. طيب لما بيحكوا انه بدهم يسهلوا على المواطنين، يعني هن بسبب او باخر، يعني هون هن بيساهموا ان الواحد يعمر بدون ترخيص. يعني انا اللي اتوصلت لحال انه انا اروح معي كل سنة، انا مجبور اعمر وبدي اعمر، وحتى لو بنطنيش المي ولا البيوف انا بدي اعمر بلا رخصه بلا الشور تاعي. بدني يحبسوني يجي يحبسوني. طيب انت يعني في لك رساله لرئيس بلديه سخنين اللي هو مسؤول عن التنظيم اليوم، وهو مسؤول الاعلى عن شركه المياه ايضا. اي نعم. شو رسالتك لرئيس البلديه؟ رسالتي لرئيس البلديه انه بشهر واحد بواحد خمسة انتوا رحتوا رفعتوا التسعيري، رفعتوها من كذا مبلغ بعرف قديش كان، رفعتوها ل 160 شيكل. هل هالمواطن هذا اللي عايش وبطلع له 3000 ولا 4000 شيكل بوفرهم من قوت ولاده، وين بده يروح هذا ولاده؟ وين بده يروح عمر؟ وين بده يسكن؟ نعم. ايش الحياه اللي بده يعيشها يعني؟ نعم. يعني بده يحرم بيته من كل شيء بس من شان يسد مها قليل والتأجيل. طيب سؤالي هيك، انه يا اخي انت اخذت رخصه بثلاث طوابق. نعم. وبعديه سنتين ثلاثه ما قدرت تعمر الا طبقين. طب ليش تدفع مروش؟ يعني ليش تدفع مسبقا، تدفع انت اخرى 8 طابق وانت بعدك مش مستغله وانت معكاش تقدر تبنيه؟ بعرفش، يا ريت مني، يا ريت نلاقي ناس اللي تساعدنا على هذا الحال. يا ريت نلاقي ناس تساعدنا على هذا الحال، وبتوجه لرئيس البلديه انه يتفضل يشوف الاوراق اللي عندنا، يشوف شو عمال التأجيد يساوي بالبلد. التأجيد صار هو شليت في كل في 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 سخنين وفي القرى العربية وبيسوي اللي بده اياته يعني. يعني بقول لي السيد مصطفى ابو ريا روح خذ مشكنتها وادفع
ادفع للمي للتأكيد. مصطفى ابو ريع عنده صالون قاعد فيه بيجي 150 متر وحاطط كنبيات، وهو بده يتعمر على اهل سخنين كيف بده، لانه ما فيش من يرضعه اذا البلديه ما وقفتوش بهذا على هذا الحد. ما وقفتوش على هذا الحد، لازم اهل البلد تقوم، الجوامع يحكوا بالجوامع لاهل سخنين تقوم وتقف وتعمل مظاهرات ضد التأكيد. بصيرش انك انت اليوم تدمر عيال تامة تدمرها بس مشان التأكيد. نعم، يعني انت قلت انه يعني انه بشكل او باخر عمالين بيضحكوا على الناس، يعني انه نزلنا اسعار المياه 17% على ما اعتقد. انا هسه اليوم سمعتها نزلوا 17%. بس من ناحية واحدة انت نزلت 17%، نعم، بس من ناحية انت مش عمال، انت عمال ترفع السهم المي في محلات مخذوش اسمه الشر. هي هاي ولا وين المكتوب؟ هذا المكتوب اللي هو من التنظيم. من التنظيم. نعم نعم. طيب على اي اساس انت يعني بدهم يحكمونا؟ نعم بدهم يحكمونا غصب عننا، يدفعونا جزا. هاي اسمه مش مياه قليل. انا بعدهاش انه اسمها مياه قليل، مافتها قليل، هاي مافت للشعب العربي الاسرائيلي هون، واحنا بندفع كل حقوقنا، وهذا مسمى مش مياه قليل، مافتها قليل. نعم، يعني قبل التسجيل حكينا شغله انه يعني متنا تتخلصنا من السكين اللي كان ملقى على رقاب العباد هنا في منطقة سخنين اللي هي لجنة التنظيم والبناء. نعم. وانها تحولت اليوم للبلدية، خلال أشهر راح تنتقل للبلدية، ومتوقع انه يكون في رحمة شوي. يعني انت بتقول انه مياه الجليل انه تحولت من رحمة الى نقمة. لنقمة. نعم. هاي المياه الجليل التأكيد كانت رحمة لما كانت مع البلدية، وأنا بقول لما فاتت مياه قليل اللي هو التأكيد صار مافتها قليل، هو النقمة للشعب العربي في كل دولة إسرائيل. أنا خالي أبو محمد اليوم لما أنا أجو قالوا لي بدنا نأخذ 28%، فهي الأرض موجودة، أخذ أنا دفعت 28%. جيراني بدن طريق، جبروني علاء غنايم قال لي مجبور تنطي اخرى غري 28% تنطي شارع لجيرانك. نعم. المساح قلت له خذ اخرى لجيراني الشارع، نزلوا لي اخرى غري 28%، اسا بيطالبوني 80,000 شيكل للتأكيد. بدي ادفع للتنظيم اللي هني صاروا جوف واحد مع بعضهم، التأكيد والتنظيم ممنوع التنظيم ينطينا رخصتي تأعمر الا ما ادفع للتأكيد. يعني انت بتقول انه الارض راحت وعمالين ندفع احنا كل الاموال المطلوبه بشكل خاوه. ايوه بالضبط. انا هذا انا ما اعتقد اني انا عمال ادفع اهلي في خمسه هون قاعدين اللي بدهم يعمروا، وكلات نفس المشكله عندهم. نعم. مش انا لحالي، وانا بحكي باسم الخمسه، واخرى اسا بقدر اني يتخرف ويحكوا اللي صار معاهم. اخي يوسف. أي نعم. طلبوك اول شيء تدفع 80,000 بموجب. أي نعم. الامطار اللي عندك. اي نعم. لما انت اعترضت وقلت لي هذا الشغل مش مقبول، شو اللي صار؟ صار اللي صار، قال لي استنى قاعد بس بعمل لك حساب اخرى مره، تك 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 عامل لي حساب، ولا بقول لي لا 60,000 شيكل. بقول له على اي اساس يعني؟ انا نزلت لك قسم اللي انت لازم تدفع 160 نزلته ل 120. يعني شفتك ومشفتني راحت عليك. ها بالزبط. وببيع فقوس وبندوره الزلمه. هذا الظاهر. يعني كان بده فوق 80,000 لما انت اعترضت. نعم. على المحل قالوا لك 60,000. بعديه دقيقتين قالوا 60,000. حلو. اولا تعرفنا حضرتك. مساء الخير، انا السيد رامي عثمان. اهلا وسهلا فيك اخي رامي. وسهلا. اخي رامي، انت طبعا مقبل على طلب هندسي لبناء بيت منزل للعائلة، منزل زوجي، بتواجهك صعوبات وبالذات مع
في شركة مياه الجليل. نعم. تحكي لنا شو اللي صار معك. حقيقة أنا متزوج وعندي ولدين. القضية اللي عم تتمحور في في الآونة الأخيرة إنه أنا فكرت إنه أبني بيت مثل ما بقولوا بيت الأحلام. نعم. فبتوجه للمهندس طبعاً جهز كل أوراقي. واحد من الأشياء اللي لازم الاستكمالات من أجل إصدار رخصة البناء التوجه لتأكيد المي والبيوف في سخنين. أنا توجهت لتأكيد المي والبيوف في سخنين على أساس إنه أعرف ما هي الأسعار. بعدي السمعات اللي سمعتها إنه رفعوا الأسعار من تاريخ 1/5/2015 واللي كانت قبل ذلك تتمحور الأسعار تقريباً من 60 إلى 80 شيكل. أنا جداً متفاجئ بعدي جلستي مع السيد مصطفى أبو ريا أبو إبراهيم إنه تحولت الأسعار لما يقارب 160 شيكل على كل متر بناء مربع، وهذا بدل على إنه في ارتفاع ما يقارب 250% في المساهمة في 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 إنشاء خط المجاري والبيوف، خط البيوف والماء. نعم. فأنا كشخص اللي صار لي تقريباً سنة عم بشتغل على هذا الموضوع وعم بجهز أوراقي. أنا مصاري متجوز 5 سنين والمصاري اللي ضبيتها ما أعتقدش إنه كفول 2.5 مبلغ إضافي لشركة أو لتأكيد المي والبيوف أنا أدفعه، هذا يعتبر حق لإلهم. إذا اليوم عمالين نحكي إنه عمالين يرخصوا في أسعار المياه 17% عم تنزل أسعار المياه، ولكن في المقابل عمالين بطلبوا منا 160 شيكل على المتر مقابل في الفترة السابقة كانت 80 شيكل أو 70 شيكل. شغلة ثانية عمالين نحكي على قضية الأراضي. قضية الأراضي اللي كانت في البداية يأخذ 28% كنسبة من مساحة الأرض على أساس المرافق العامة وعلى أساس الأشياء اللي أنا مع إنه تكون صحيحة، وهذا الشيء اللي لازم يتكيم. في المقابل لسه عم يطلبوا 34%. فوينكم يا أهل سخنين اللي عند جد اللي في عندهم شباب بدهم يعملوا لهم بيوت وعمالين يشتغلوا على نفسهم، شباب في مقتبل العمر اللي بدهم يبنوا بيت عش الزوجية مثل ما بقولوا، اللي في شروطات من هذا النوع يقفوا عاجزين عن التقدم بخطوة واحدة إلى الأمام. بالإضافة إلى أنه كل اللي أنا عم بحكي لك إياه كمان في إشكالية أنا شخصياً عم بواجهها مع تأكيد الماي، أنه الخط البيوف الرئيسي عم بمر من زاوية في الأرض اللي بيتي رح يبنى فيها. فأنا مش قادر أفهم يعني خط البيوف عم بفوت في أرضي 28% نزل من الأرض، تحول السعر من مساهمة 70 شيكل ل 160 شيكل للمتر. ايش انا اليوم بدي اقدر اساوي؟ وبالمقابل ايضا السماسرة سرقوا الاراضي التي خصصتها الوزارة ايضا. هذا كمان موضوع الاول ما لهش اخر. نعم نعم. وانت قلت لي 5 سنين متزوج والاوضاع ايضا يعني ما بتساعد، حتى ما استطعت انك تجمع مبلغ اللي تدفعه هذا حتى استطيع انك تقيم. يا سيد ابو محمد يا سيد امين انه انا اشتغلت ليلا نهارا من اجل تامين هذا المبلغ اللي اقدر ابني فيه بيت اللي انا عم بحلم فيه طول عمري، ولكن انا بقول لك الان في هذه الفتره اقف عاجز عن التقدم في اي خطوه لبناء المي. هاي واحده من الاسباب اللي انا مش عم بقدر.